انا ودعاء مش بحكم التوأم، هي توأم نفس الروح، اكثر من اخت، اخت صديقه وكل شيء. 15 عاما مضت على حضور التوأم دعاء وإسراء إلى مدرسة الجيب المختلطة للالتحاق بالمدرسة كغيرهما من الأطفال، ولكن الإعاقة لدى دعاء فرقت بينهن لتبقى وحيدة تصارع المرض من بيتها، وتنطلق شقيقتها في الحياة بشغف وقوة. كانت عندها إصرار وعزيمة بالحياة، لا بدي أكمل، يعني صح أنه مش مدرسة عادية درست فيها، بس أنه مستمرت مراحل، بس إن شاء الله رح تكفي تعليمها ورح تصير زي ما بدها وتحقق طموحاتها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين إنه كمان أنا الوالد والوالدة كمان بيشجعونا على هذا الإشي، لا إنه مثلا خلاص، لا بالعكس بيشجعونا كثير على إنه نكمل مشوارنا. ولكن الإرادة الصلبة لدى دعاء وتشجيع أسرتها لها، إضافة للاهتمام الذي أولته جمعية الإغاثة الطبية لدمج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة مع غيرهم، أبت إلا أن تعيدها اليوم لمقاعد الدراسة وترسم الابتسامة على وجهها من جديد. أمنيتها ومن حلمها كان دعاء إنها تدخل المدرسة، وإحنا إن شاء الله رح نحقق لها هذا الحلم. الأستاذ باسم عريقات مشكور دعمني إنه تلتحق بامتحان المستوى للصف السادس، ومن ثم السنة اللي بعدها التاسع، حتى نلحقها بالتوجيه ومن ثم مقاعد اللي هي عنا الجامعة. أول ما كان إلي حظ في المدرسة هاي، ويوم دعتني المديرة إني أشارك بها المدرسة كثير، إن انبسطت وشوفت الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة لإلنا، رغم إن إحنا لنا قدرات كثير بس ما إلنا محل إنه إحنا نتعلم فيه. بنقلة نوعية تحولت مدرسة الجيب المختلطة إلى مدرسة مجتمعية، توجت أعمالها اليوم باحتفال خاص لدعاء واثني عشر آخرين من رفاقها ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور الإغاثة الطبية ومديرية التربية والتعليم. الفعالية اللي بتجري اليوم في مدرسة الجيب الأساسية بالتعاون مع إدارة المدرسة ومعلماتها هي فعالية لتكريس عملية الدمج المجتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة، بترفع الوعي لدى جميع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات لأهمية أن يدمج الأطفال اللي عندهم إعاقات أو احتياجات خاصة بشكل طبيعي في المدارس. أهم إنجاز كان في تغيير هاي النظرة للفئة هو عن طريق الدمج، الدمج في فعاليات مجتمعية، الدمج في التعريف بهاي الفئة وشو دور كل واحد، الدمج في كيفية تقديم هاي الخدمات. كل واحد ما بكون يوم ما يكونش بيعرف الإشي، بيعرف الصورة اللي قباله أو الوضع اللي قباله، لا يستطيع أنه يقدم هاي الخدمة، لكن يوم يتعرف على هاي الفئة ويستطيع يعرف شو قدراتهم وشو نقاط الضعف عندهم، وأنا شو في عندي إمكانيات بستطيع أنه أوائم كيفية أنه توصيل هاي الخدمة. دعاء ليست إلا نموذجا حيا من قلب المجتمع الفلسطيني، يؤكد على أن ذوي الاحتياجات الخاصة طاقة لا إعاقة إذا ما وجدوا من يرعى حقوقهم. بعد 15 عاما عادت دعاء هنا إلى مدرستها، مدرسة الجيب المجتمعية، التي تحولت من مدرسة ترفض استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مدرسة ترعى حقوقهم وتضعهم على رأس أولوياتها. من قرية الجيب شمال غرب القدس، وفاء عروري، تلفزيون وطن.